عليك يا عروس. الله يبارك فيك. يا هو صح يدخل عليا وانا مش حوم كده ولا ما بيختشوش؟ ازاي الهاله يا عيني يا عيني. مساء الفل. مساء الفل يا معلمي. اهلا يا عيني يا عيني يا عيني. حبيبك اللي تحب واكله نابت نابت وعجبي على نملة في حبك عجزت وشابت ورأي تاكل كوارع لحسن ركبك سابت. مساء الخير. مساء الفل والجمال. قول يا معلم. معلم معلم جرى ايه من اول الليل وانت مش معانا؟ تعبان. تعبان من ايه يا معلم؟ كوبايه شربات حلوه قوي كان نفسي اشربها وما شربتهاش، لكن هشربها وهشربها كلها. مساء الخير يا معلمي. مبروك يا عروس. الله يبارك فيك. خد اهو يا معلم. اتفضل حضرتك. اتفضل اتفضل يا معلم. ايوه شويه. مالك يا معلم؟ مالك يا معلم؟ مش مصدق عينيا يا طعم. ليه؟ هي يعني كدابة يا عبدو؟ خايف خايف لأكون بحلم. تحلم وانت صاحي يا عبدو؟ أيوة خايف لأكون بحلم إنك معايا وانت مش معايا. أيوة أنا بين إيديك أهو يا راجل. كرا إيه يا عبدو؟ هتضيع الليلة في الكلام ولا ايه؟ ها؟ مين؟ مين؟
100 مرحبا يا معلم. هي فين يا هي مين يا معلم؟ العجمية. عجمية؟ العجمية. لا مش العجمية، البسبوسة. بسبوسة ايه بس يا معلم؟ لا مش بسبوسة، يا المفتقة. مفتقة؟ مفتقة ايه بس يا معلم؟ ما كله بيتاكل يا مغفل. انت معلم انت لا مؤاخذة. مؤاخذة ايه؟ ايه؟ هتنزل لي ياض ولا انا هدخل انا ياض؟ ايه فين؟ ايه في ايه؟ ده المعلم داغر بره وباين عليه سكران طين. المعلم داغر؟ اه. وايه اللي يجيبه ساعتي؟ حوش حوش انتوا اللي ما يختشوش. وطي صوتي. اطلع اطلع اديله على دماغه وارميه بره. ما تطلع يا عبده. ما اقدرش، ده راجل شراني ومؤذي وانا بسمع عنه كلام وحش قوي. انت بتقول ايه يا كاتانيلا؟ الراجل جاي بيتهجم علينا في بيتنا وفي ليله فرحنا. ما اقدرش. ما تقدرش؟ ده لولا الملامه اللي جوزي وراجلي لو كنت طلعت فرجته وخليت اللي ما يشتري يتفرج. اسمع يا طعمة، انا عندي فكرة كويسة وهتعجبك قوي وتخلصنا من المصيبة اللي برا ده. قول يا سبعي. انت تفتحي الشباك وترقعي بالصوت، الناس تتلم، المعلم داغر يخاف من الفضيحة يسيبنا ويخرج. انت بتقول ايه يا كاتانيلا؟ اصوت ولم الناس وانت معايا؟ ما تيلا يا واد. صوتي يا طعمة، صوتي. عجبتي؟ لا مش عجبتي. انت مش راجلي، مش تقدر تحميني ولا ما انتش قده. كاتانيلا. انا مش قده، انا مش قده. ولا استريحتي. صوتي. لا صوتي بقى. طلقني يا كاتانيلا، طلقني. طعمة انت بتقولي ايه يا طعمة؟ بقول لك طلقني يا كاتانيلا، طلقني. اما انت لازقه صحيه واحده، انت مش داخل مزاجك، ما طلعها يا طعمه.
طامع حبيبتي. انت طالع بالثلاثة. انا مستنيه بكره ورقتي يا كتانيل. عيب تام، اخليتش حته ما دورتش فيها اللي يضحك عليا واللي يقول لي ما تتعبش نفسك، لحد ما حسيت اني بدور على واحد مش موجود. موجود. طب هو فين؟ الله موجود في كل الوجود. اما ها اما موجود موجود. شايف اما اللي انا فيه بيقول لي موجود؟ طب ادور من تاني بقى، ده حقي ولازم الاقيه. طعمة قاعدة لوحدك في الضلمة ليه يا بنتي؟ مش جاي لي نوم. امال حسنية فين؟ نامت من بدري. احسن. اتعشيتي؟ ملياش نفس. نبقى نفتح نفس بعض. انا كمان نفسي مسدودة. ليه؟ ايه اللي سدد نفسك عن الدنيا يابا؟ مالك؟ ما تشغليش بالك يا بنتي. واحنا لينا اللي بعض يا ابا. انا اتعلمت حاجه مهمه، الدنيا دي ما تستاهلش، عامله زي الست البطاله اللي ينفع فيها كلام ولا نصايح، الواحد يغمض عينيه عنها وخلاص. زي ما غمضت عينيك على داهر واللي عمله ليه اللي بتخلتي. كنت هعمل له ايه يعني؟ اروح اضربه؟ ده راجل ظالم. أنا اتطلقت من كاتانيلا عشان هو فعلا مش راجل يابا، لكن مش معنى كده إن داخر سابح. داخر ده تعلب، تعلب خسيس. أنا مش فاهمة أنت بتشتغل عنده إزاي؟ استحمله ليه؟ يعني معلق الشهادات على الحيطان يا طعم.